السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. تقبل الله طاعتكم أجمعين لداخل الدولة ولخارجها، وتقبل الله طاعة كل مسلم. المهم اللي صام هاليوم ودعى وكبر وهلل واموره طيبة، لكن اللي منهم تعمد انه ما يصومه وهو بخير وسهال ولا في أي باس ولا يشكو من شر، وهذا عمدا لا صيام ولا صلاة ولا هم من الله ولا عندك ولا هم يحزنون، هذا يا ويل يا ويل. الناس كلها من البارحة ولي قبله ومن سنين الله، وأن الناس تذكر فضل هاليوم وصيامه، صيام يوم عرفة الناس كلها تعرفه، أنه يغفر لك الله سبحانه وتعالى اللي قبله بسنة واللي عقبه بسنة. فما في حاسية هو هذا اللي ما اغتنم هالفرصة، اللي ما صام هاليوم وما تعبد فيه. يا ويلك يا الغافل، يا ويلك يا ويلك ويا ظلام. ليه؟ أكيد هالمنظر اللي أنا أشوفه اللي العرب ياسوا تخرف هالعمال والساير والياي اللي خرفون من فضل الله سبحانه وتعالى، أكون سعيد قمة السعادة، أكون قمة السعادة يوم أشوف اللي خرفون، سواء من عندي ولا من عند غيري، اللي خرفون من عندي ولا من عند غيري، كم أكون سعيد. سبحان الله، اللهم يكتب لنا الأجر إن شاء الله. أول بادي يكتب الأجر لنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين، يحفظ هالدار ويحفظ عزها وخيرها للمسلمين واللي موجودين في هالدار كلهم، إن الله يبارك لهم يطرح البركة في رزقهم وذريتهم، ويادر كل إنسان يسوي شيء في حب الله. راشد ما قصر، من الفجر يوم صلى الفجر قبض الزراعة وغسلها على ما تشوفون، ها ما في الحاضر مدح، خلاها ابدا ما شاء الله، يا غير بشت ومروح ومدخن ومغسول ومعدل ومزين ومهبوب ومعلق، ابدا قدت الزراعه ابدا يا غير بشت. سبحان الله من زينها، اي ما شي شرات الماء، الماء وابوك ينظف الاولي والتالي، ما شي شرات الماء، ما شي شرات النظافه، وليت عاد الوادم تتعب وتعرف ان النظافه قلبا وقالبا، ما بالله بس إلا رمسه، لا داخل القلب، ما حد يعلم اللي في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، فكان حد من العرب يبين عليه إن كان أبويه ظاهره غير عن باطنه، اللي الظاهر يبين عليه غير عن الباطن يبين، ترى سبحان الله ما يباله كلام اللي بعد ما بمدحب. ما شاء الله بشرب حلو عايض، أبشر بحلو عايض، ما شاء الله عليك يا عايض، هاي سفرة للفطور مزهبة ومعدلة أبدا، هذا تحريا لأذان المغرب إن شاء الله، والرطبان مكودة والدل خلافة تتلقم قبل المغرب من الساعة، والحمد لله رب العالمين، صيام وصلينا وعينا من الله خير ودعينا لكم كلكم، هي دعيت للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، وانتم بعد منهم انتم ما بغير انتو غير بقعكم. البارحة في الليل قبل ما أسكر عنكم قلت عادة هنا في فيديو ان ما تم شيء في الدنيا العود ما تكلمت عنه، يخليت خراريف ودراريف ورمسات وقصص وأحداث وتغطيات وإعلانات من نيويورك لين طوكيو لين مصر لين الفيوم لين طحنت، ما خليت سيهات شبرة القطيف، ما خليت شيء، بقيق يكرب الحسة تاروت، ما خليت بقعة في الدنيا هاي كلها، لين طنجة لين أقادير لين، ما خليت بقعة في الكون، لندن بخراخي شكلها المراد ما بعد، كل شيرة في 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 الهايد بار تربطني فيها ذكريات في سن عمري هالي خطاف كله عديت عليكم، لكن وحتى قمت لي مسج يقول لي كل شيء رمست عنه إلا الفلع اللي في بهتك ما رمست عنه، قول وين شاف الفلع اللي في بهتي، وين شافه، ما أقول أنا شيء المراد. الحين بخبركم سالفة الفلع، هذه الفلع طالت عماركم، نحن في مدينة زايد لو نحن يهال، مشاهد بيتنا بيت بخيت بن سالم، بيت بخيت بن سالم، وعدال بيت ياعد بن سالم، ايه ياعد بن سالم عدالة مرة متلاصقين بخيت بن سالم عند حرمة يسمونها حياة سعيد العنزانية،
سعيد العنزاني توفيت بدون عيال، ربى ولد اسمه خميس وربى واحد اسمه مصري اسمه يسمونه أحمدوه، أحمد المصري، لو حتى في الرزيف في العيالة يقبض طوس هي من سنين ما يندرى بحي، مات أكيد مات من يوم أنا ياهل له عود، ما بعود وايد يمكن أكبر عني بخمس سنين أو ست سنين، لكنه يذل واحد قهمة لا شارب ولا لحية من الله أكرد سبحان الله. وخميس يذكرونه خميس ولد بخيت، خميس بخيت سالم القبيسي، خميس سار عند هله رد قطر من يوم هو صغير، ترى حياة بخيت كان حار حار شديد ويضرب ضرب السنة في دقيقة وتثيب على العرب. حياة خميسة رحمة الله عليها مخلفت حياة أحمد بن سالم القبيسي ويتلحق عليه حياة قماشة بعد مخلفت حياة ياعد بن سالم القبيسي يلحقون عليه فتشون حياة أمي بعد رحمة الله عليها عوش بنت سعيد بن أحمد بن خلف بن خدي القبيسي بعد تلحق تفتش بخيت من ضرب خماس يضرب يربطه تحت لوز هناك في الحوي ويضرب ضرب السنة في دقيقة لين فجأة يوم من أيام الله خميس طفر. الأول يوم يطفر يلقطون بيتنا ولا بيت بيوت يراننا ولا بيوت بيت قب نحيي ولا بيت حياة لولوة بتبدر ولا بيت حياة بخيت بن غيث الفلاحي ورا بيت قب حياة سعيد يلقطون هناك يوم يومين عقب يرد. لكن المرة هذه على طفر خميس طفر من كثر الضرب، حياة بخيت كان شديد 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 رحمة الله عليه. وحياة سعيد عندي والله صورة لها سعيدة، إن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بظهر لكم صورة حياة سعيدة والديكور حطب تحيدونه لوري هاك الخشبي. يا ربي أنا ليش جبت السالفة هاي منهل؟ شو كان بداية الكلام؟ الجبهة اليبهة هي ليه؟ هذا واحد يسألني عن اليبهة ضربة الفلع هالي في يبهتي. هذا الله يسلمكم الدال بيتنا عتيج بن يمعة بن صلهوم القبيسي بعد من نوع الهين من الشباب الأولاد اللي ويانا في سنة في نفس المدرسة في نفس السنة لكن شيطان ونفرجع الأرض هاك الوقت سبحان الله. يعني هذا هالكلام قبل 40 سنة 45 سنة 47 ما أتذكر والله كم هيك نيهال الحين أنا 60 يعني تقريبا من 55 سنة أظني يمكن عمري 7 سنين لو 8 فرني بقوطي نيدو حليان دايستن السيايير كمل دهر طايح على البالو على عزمك والسامعين فرني بقوطي نيدو معفوس حليان دايستن 200 سيارة ويجيني كني أشوفه القوطي نيدو يفتر ها ويخبطني خبطهني وطز الدم سير يومين وينطر راسي من هني لهني ما ودوني ما سووا الخياطة ولا ما بتبين كنزوها قهوة ورشوا عليها عطر وبس على أساس إنها فلعة. هذه ما فلعة هذا طر طر الفلعة يحطون عليها تشمود ثلج ولا 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 شيء دافي. هذا طر راسي من طر طرتين حول ثلاث رايبات والله ولا ودوني ولا خاطو ولا شيات على سبتي تمهدين اليوم لين باكر شوهتني يا أتي شوهتني رحمة الله على أبوك وطول بعمرك ويخليك إن شاء الله يا أتي. هي والله ما يندرى ما شفت من سنين الله يخليه إن شاء الله ويطول بعمر رزنة والدته ويرحم أبوه ويخلي إخوانه وخواته وهلا ويرحم إن شاء الله الأموات أجمعين. What do you want? They said you know about the Oman sweet, sir. Oman sweet. This is حلوة المزون. حلوة المزون coming from Monsieur عارض. عارض عايض. عايض البريكي. عمان. هي من عمان. هذا الحلوة كل سنة قبل العيد يطرش لنا في العيد الأضحى وعيد الفطر. مشكور يا عايض طال عمرك. Thank you ملحن هاي. Thank you حبيبي. You need something? No. What are they doing inside? We finish to arrange for tomorrow. We do salata for now. Everything ready. Thank you. سبحانك يا رب. بيتنا له ريح معينة العيد. في بيتنا نحب الذات. أنا ما خلت ريحة العطر ولا ريحة العود ولا ريحة الموز. موز بودقة بيتنا تغدي ريحته قوية نحن.
ليش؟ لأن ما يبون يصير يحطون قبل الوقت ويحطون في الكبت لين تظهر له الدقة هذه، يظهرونه للاستعمال، فيقدي لذيذ وذو ريحة فواحة. فريحة بيتنا اللي يميز بهالكلام من استوينا نحن، يعني مش مستوى الدنيا، نحن في بيتنا وهي عادة بيتنا، أن يأخذون الموز قبل الحشر بعشر ويخلونه في كبت لين يذهب للأكل، ما يأكلون هو أصفر، لازم تغدي فيه الدقة، فتغدي ريحته فواحة وقوية وطعمه لذيذ وحلو، يعني يكون طعمه حالي زيادة على اللزوم. فهذا اللي ذكرنا بيوم العيد وقت الفوائل، يعني كلها تظهر بهذه الطريقة، لكن العيد غير. يقرون لطقم المياودات والدلال مدسسات وكل شيء عادة، هذا شغل عبد الحليم أنا ما أتكلم عنه، ونحن نتكلم طالة أعماركم عن الشيء الجديد اللي جاينا من إبراهيم القرشي، هذا اللي هو اليوم خلى يوم الهي بدال يوم اللا، جديد إبراهيم القرشي هذا هو. يكي دتو لا واحد ولا باثنين، شيء انت ريا واصل بطيارة من البارحة، اليوم وصل الضحى واليوم استلمناه واليوم إعلانه الحينة إن شاء الله. صيفك بارد، اشتري أي منتج من إبراهيم القرشي وخذ الثاني مجانا في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. شو جديد بطلت عماركم اللي أنا خلاني اليوم أجلب اليوم من يوم اللا إلى يوم الهي؟ جديد إبراهيم القرشي طلت عماركم عندهم حملة، سوين حملة، حملتهم عبارة عن شو؟ خذ واحد والثاني مجان، يعني خذت مضرب عطر تأخذ الثاني ربيعه بلاش، خدت مضرب دخون تاخذ الثاني بلاش، خدت شيء مبخر شيء معطر شيء ممسج اي شيء منتج من منتجات ابراهيم القرشي تاخذه عطوك اخوه بلاش. هذا في وين موجود؟ جميع دول مجلس التعاون والتوصيل بلاش. الفكره اللي ابراهيم القرشي مسوينها عاده، ابراهيم القرشي افكاره وايد جميله، منها اولا انت بتاخذ واحد بيزات والثاني بيظهرك بلاش، ثانيا واللي هو اهم عن الاول بغض النظر عن الناس بتحصل عطر بلاش، انك تقدر تخلط العطر مثلا مسج بورد، تقدر تاخذ الاولي زعفران مثلا وتستعمل وياه نرجس او صندل او مسج او اي شيء من العطورات، ترى وايد الناس تفضل لما عندك ما تكون ريحك فقط عطر واحد معين، يكون عطرين او ثلاثه او حتى اربعه في ان واحد، تستوي ريحك عطر مخلط، عطر مخلط الناس تدور توه شو العطر اللي انت حاطنه. هاي من الافكار اللي عند القرشي. نقوتي أنا طلت عماركم اليوم طاحت على المسج، مسج إبراهيم القرشي كلني عارفه، أصلاً أول ما طاح المسج طاح عندهم، طاح عندكم إبراهيم القرشي، فلذلك انتشر من عقب عند العرب كلها. أما طلت عماركم خزام فمكوناته تعتبر عن ثلاث مراحل، الأولى تيك لافندر ورد، وفي النصيف بعد تي 10 دقائق ربع ساعة تروح شراطيحة النعناع واللذر. أما في القاعدة الأصلية ييك شرات ريحة الليمون والبرقنوت. البرقنوت هذه عبارة عن نوع من أنواع الليمون، أنا تصورتكم إياه كان في عمان يوم دخلنا مزرعة عودة طويلة عريضة اللومية، شرات المتحجرة هذه فيها ريحة خنينة، لا هو ليمون حامض ولا هو حامض حلو، نوع هجين، فريحتها كلها مدموجة ضربة، فما بالك إذا تستعمل الخزام وترش عليه المسج. وايدين يقولون المسج نحن ما نروح فيه ريحة قوية، مسج إبراهيم القرشي يختلف فيه من عبق الرمان، فلذلك مازجين وياه المثبت ماله من ريحة عبق الرمان، فلذلك قادي ريحة المسج اللي لو تروحونها مسج طياري، هذا المسج ما بطياري، هذا المسج ما بشرات المسج اللي انت تعيدونه، لا هذا مسج تباته قوي. عطر خزامة شرحنا لكم مكونات اللي هن 6 أشياء بثلاث قاعدات أو قواعد. مسج، المسج ريحة عطر المسج معروف عن أنه عطر عادي، لكن المسج يوم بتاخذه من إبراهيم القرشي غير عن أي مسج أنت بحياتك روحته، شيء مسج عندهم اللي هو هذا ثباته قوي
وتقدر تدمج مع أي عطر يغدي مثبت ويفوح ريحة العطر اللي قبله ناهيك عن ريحته هو. لكن ريحة المسك هذا اللي هو بريحة الرمان، عبق الرمان دامجين ويا المسك، فلذلك هذه خلطة ريح خنينة. إن استعملت روحه تراك أنت يعني عيت زين، وين حطيت ويا عطر الخزامة تراك أنت عبارة كأنك ضربت عصفورين في حجر. حالياً يوم بتخلط الاثنين هاي الضربة أظهر العطرين هاي طالت عمارك من العطورات الصيفية الخفيفة، ما بيهيكنك العطورات العترة اللي ريحت شرات ريحة الغاز. عطر خفيف وفنان وتازم ريحة كتفوتخ درجات خفيفة، لأن هذا فصل صيف فيستحب فيه العطر الخفيف شرات الآدمي اللي خفيف على الكبد. هاي العطورات لو دمك تجي تتروح بهم يخف دمك ويسب شو رابحين فيك خصلة زينة، فتعدل حتى الخصال اللي ما بزين. المرض ما بهذا موضوعنا، توجد عندهم خصلة توجد عندهم خدمة اسمها خدمة تابي، هذا الإنسان اللي بياخذ كمية أو يقدر يقصد حتى المبلغ اللي عليه، عندهم خدمة تابي تخلو شوفوا طريقة التعامل معها. روح براشد. الله يا ابو محمد، اني اول مره اسوق سفينه في البحر. سفينه ما عندي ذا المتاع. المرات طالت عماركم، نحن ان شاء الله برنامجنا في العيد بكره موجودين وضبي، وورا بكره موجودين ثاني العيد، وان شاء الله ثالث العيد طيارتنا ضحى على طيران الاتحاد. طيارتنا نسيت الساعه كم الطياره ضحى، بنوصل هناك اذان الظهر على طيران الاتحاد ان شاء الله بنيسي مصر فندق سانت ريجس على بريلس لين من تاريخ 11 لين تاريخ 17 اسبوع اللي يوم الاحد بنسير ثالث العيد وبرد يوم الاحد اسبوع اللي عقبه. وسكنتنا خبطكم وين بتكون اللي بيسيرون انا وابو راشد. صلاح ما يحب يسير مصر، صلاح ان شاء الله من ثالث العيد بيكون في العين بيعيد وبيجلس طول لين اردنا ويا الاهل يعني. وسيرتنا بتكون انا وابو راشد ان شاء الله، بس القاهره ما بسير لا شرق ولا غرب. ابو راشد بيجي ورا بكره بيتغدى عندي وبيمسي وحكي الليله بنسير بنطالع يمكن نسير الجاليريا ولا نسير شرق الغرب الله اعلم وين، او ياس مول او دلما مول الله اعلم، لكن 90% انه بنسير الجاليريا ثالث العيد، وبيكون مسانا هني موجودين هني وإن شاء الله يوم ثالث العيد الصبح يكون مشتلين. لكن هو بييني براشد ورا بكرة، هو مفروض يجي بكرة، كان قلت له يجلس بعدك عند هلك عيد عندهم باكر عندهم الشوي ورا باكر ومشدوهين يعني، وهو ما شاء الله هو وحيد اللي في بيتهم رجال البيت يعني هو ساد البيت كامل. وبس راشد شوف وين هذا صبي العمدة. خلي ما شو اسوي ما طاح. يا فضيحتنا.
هل الفيوم كسر بحبه عصعدتنا؟ القواميس فين؟ تشيعت خس الله تالممثل. القواميس فين؟ وكر عم تكرعك ومن اللي شال القواميس؟ حرامية حرامية. وانت هنا ليه؟ خلي الغفر حاكسنها بشغل حاكسها. انا شغل غفر. انزين انت مسؤول الامن؟ لا مش مسؤول الامن، انت مسؤول الامن. العمدة هذا غفير. الغفير استغنينا عن خدماته. ايه ويبالنا واحد جديد. وين نجيب لك هذا الجديد الحين؟ هذا الطبالين. هوديه في الرقص. ما ينفع غفير. ما ينفع هناك. وين الرفيج الرقص؟ ايه اودي موسم هذا الفرقة. هاتوا لنا واحد بالفرقة يتجاوب. وين الله بعدين؟ وين قلت له وين 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 القاموسة؟ صدقوها. والله لو ما اخاف من الله يدقك بذا المقشع وفلك لك راسك في الاقتيل. عليكم كم مسكول صلاح؟ 14 و 2 2 16. يا ربي يا صلاح. أنا خالد. ها شو مستوي؟ لا لا بيش تواه. شو بتزيق تحرط قامة القيام عنب 16 مسكون؟ لا شو أنا ذكرت. تسلم علي 16 مسكون زيقتني. 16 مسكون يا صلاح حرام عليك. بليز 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 يلا لا حول ولا قوة. كيف حالك؟ أنا مو حامل بيزو حال. وهذا دريولك وين فيصل؟ شوف ما يتكلم موبايل يتكلم. يتكلم موبايل إن شاء الله ما يتكلم صلاح. يلا تعب تفطر عندنا فطور. فيصل بحد خبره ولا أنت ما خبرت فيصل؟ لا أبغى خبر. أنت يلا متبتي؟ أبغى خبر أقول. يلا تعب تفطر عندنا سمك مسوي صافي صلاح مسوي صافي مقلى وعيش أبيض. إيه تبغى وفريد وسمبوسة هبات الريح كله شوربة ما رمضة كل شيء ما رمضة اليوم. ها فيصل أنت. أقول تعال جيب سامان كامل حق العيد حق صلاح خلاص بيبات هني. بيصبح من هني بيعيد. زين بابا بس انا يجي الحين بابا نشر مشان سلا انا اليوم غدا سوي خلف بيت مشان انا في صوم. انا اقول لك سوي سوا فطور اتنح كله صوم حتى العمال طبابيخ مشاشير كلهم صايمين تعبت افطر وياهم كلهم صايمين. اوكي بابا بس انا الحين يجي ان شاء الله. يب سامان حق صراح نوم هني اليوم. ها صلاح لازم اليوم هني حق العيد. أنا ما أعرفك شو تقول. شو هالرمسة الحين أنت بتبات عندنا اليوم لو بتبات الفلاح؟ لا بيت السيد. انزين تعال عيال مرة وحدي بزمانكم مصاري البترول يعني؟ ماذا؟ ها؟ شيل سلام البكرة سوي يعني يوم الإيد أغراق كله. هي هي اوكي زين بابا يجي يلا ترياكم بتفطرون عندي زين. بابا انا يرجع بيتها. ليش ترجع؟ مشان بابا ما في شيء يعني لازم يشوف يسوي. انزين طيب صلاح وتفطروا هني خلاف وقت رقاد انت بسير هو بيرقد عندنا. انا الصبح بعدين يجي بابا. هي الفجر سلي هيني من هناك سوا. هي تعصل عنده هي ان شاء الله. زين يجيب صلاح حينه. أوكي. لا تنسى شيء دومك تنسى. كل شيء موجود بابا كله انا سويته. يلا عطني صلاح. يلا حبيبي بابا الحين سوي ركب صلاح شورت تاوزر يمشي. هي 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 الحين شورت عادي. شورت حبيبي صلاح بابا هي عادي عادي صلاح حبيبي. يلا ترياك زين. ها صلوحة يلا ترياك زين. بترقد اليوم في حجرة سعيد انت. صلاح بي ورا باكر براشد. آمين آمين. يلا ترياك. يلا ها صلاح صايم جاهزة.
ها إجازة جنجاجة كيف صراحة؟ وين سوّرك أسبوعك؟ العافية ريولك بعد سووهن؟ زين حبيبي يلا زين مشكور يا أبو مبارك مشكور يا عايض شكرا يا حلوة المزون هذا أبو الهلكواويد كلها حلوة ريج هذا الحلوة طالت عماركم جايينا من عمان جاي من عند حلوة المزون هذا كله من عند حلوة المزون ها على ما تشوفون هذا أبو جاي من عندهم وهذا رقمهم للي بيطلب ترى أخير حلوة في الدنيا العود كلها ابتدوا من حيث توقف الآخرون هاي أرقامهم وهاي حلواهم ها كراتين مكرتنة هذا بيصير دفاعة بلاء عنا وعنهم وعن صدقاننا وعن الكبار وعن الصغار هذا بيتجسم بس على الإيران إيراننا ما بالإيران البعيد لا الإيران القرب هذا حين يوم عيد وأيام مفترجة ودفاعة بلاء عنك وعن عيالك نكتب أبويا البيت ببيت ويصير دفاعة بلاء عنك وعن عيالك وعن عمان وعن الإمارات وعن صدقان عن بلدان المسلمين الأحياء الأموات هي وشي وايد يلا صلاح أسميك متعني مصرف يا رب يا صلاح هذا سمعتوا بالمتعني مصرف يعني حين تود يعني كل يوم تهنموني يعني لا حول الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم عاد صيام الله الله بسوي خلاص حبيبي دو دو تقول زين لا حول قوة إلا بالله صلاح أنت أكيد صلاح اللي قبل مدة لين رمضان ماشي هالحركات صلاح ردت عليك الحاسيب أثر رجعي أو كل شيء إيرس نصب يلس اللي عند الحريم وانا انا ما بخوف ليه تصير عند الحريم كأربع ساعة جالس عند الحريم الحين شنطة هاي شو بعرف شو فيها بس تشرج صار شو في غير تشرج يعني معقول يعني شل تشرج 24 ساعة ليش صار خلت شو قلبه هذا احنا ها شوف ها كلنا عندنا شروج تمات مكان الشروج صار ما حد ياخذها عافية صحة عيد ان شاء الله يعني يقول يا ابي ما معنى يعني انا الشرج اريده وياي انت ما يخصك فيه انت بغيت تخلي شاي شرجك على الطاوله خلي ولا خير يا صلاح ايش ياك تغيرت هالنومه بس يلا انا ما طاع يجلس عندي بيصير عند الحريم داخل حريمو يا حريمو تصير عند الحريم 24 ساعه تدعس خلي ولي شكرا ابو عبد الله سلام عليك مبارك عيدك حبيبي عواد مقدما ان شاء الله ما شاء الله واللحية بتضحون ان شاء الله ان شاء الله الله يتقبل طاعتكم ان شاء الله أمين. والله اللي مرحبا شو الجو عندكم ابو عبد الله الحراره 13 ما شاء الله يا سعد حظك بيت تموت اليوم يا ريال بيننا وبينكم ما شيء الا 50 درجه بعد ايه شيء ما سبحان الله جاكيت والله اشوفك لابس جاكيت اي والله يلا يلا مع السياره جاكيت كيف حالك ابو عبد الله الله يسلمك علومك انت الحمد لله انت فطرت لو بعد المغرب ما ياكل المغرب الساعه كم عندكم الحين الساعه 9 يعني باقي ساعه ونص ساعه ونص بتفطرون اي ساعه ونص انا زين زين عليك في البرد هذا شو تبي انت هنا ولا تحس بالصيام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله الله ييسر اموركم يا ابو عبد الله ويعودك سالم غانم انا بخير سلم على الشباب اللي انت وياهم وسلم على الربع كلهم يبلغ يا مرحبا انبسطوا يا ابو عبد الله سلم حبيبي ربي يحفظك ليه تشوفون انتم هذا الكم من الكريستالات هذه كلها كريستالات كرياتهم كلها كريستال بلجيكي شو اللي يميزه اسعاره عندهم اوفرات من 40% الى 70 ناهيك عن 15% فقط هذا للمتابعين خالد وخالد هذا اولا ثانيا الاسعار اللي عندهم اسعار المصنع مشتراها من بلجيكا هذا موجود حاليا عندهم في زنوفا هوم بالذات في
وضعي الشروم هذا في مصفح عندكم كم هائل من هالكريستالات اللي تشوفونها ما توجد لها على فكرة عيد ميان سبلال راسي أطلب جديدة كلها توها نازل تشوفون هذا كله هاند ميد كل شغل يدوي ما في شيء شغل مكاي من الحشوات لين الخياطة لين التبريد لين حتى جنازهن بالفورم اللي داخل هاي كلها أشياء جديدة يحب اللي بيركب أسعار أوفرات خيام زينة وألوان عديدة تناسب جميع الأذواق في ألوان وايدة عندهم وكلها زينة كله لك وللزمن ما بشيء ما استعمال شهرين ثلاثة والسنة هذا تأخذ اليوم هاي يسمون للعمل هذا شيء للعمل هنا ها وما كملتها ما هي تشاكل منو حين لعب هاللعايب كيف منو صارت هالدنيا مو أنا ملا هي ما شاء الله عليك حتى ضعفتي قاعد يلد عظم أنا اللي قاعدة أكله. إيه هذا البالدي توه مال كنتاكي منو لعب به؟ أما أنا اللي قاعدة أكل هاي اللي قاعدة تأكل. هاي فقيرة هالموم لوين تأكل؟ لا والله تأكل همي. إيه يا مرحبا يا مرحبا بنت أبوها وين باكر العيد؟ محمد بن زيد. أشكر فنك إيه. إيه بكرة العيديات. بعد. أكيد هذا الشيء ويلي بكرة ما تطلع عيديات. ويلي. تحت يا عمي بكرة لازم العيديات. قص علي جريدية كنتاك جريديات بكرة طلع الخمسمية اللي جبتي اليوم خيب خمسمية أنا أجسمكم بخمسين وقم بعشرين لا عمي لو المو شو الطقوس عندكم في بلادكم العيد العيد الحج ما بعيد الفطر بكرة طقوس تصومون للوقفة انزين انزين حتى العشرة أيام كلها انزين وبكرة إن شاء الله الطقوس اللي كتكون تجمعوا الأهل والأحباب أها شو الطبيخ يكون؟ حلويات ولا لحوم؟ الصبح كيكون لا كيكون الحلويات وكيكون هذا القريشلات القرص هالأشياء وكيتجمعوا وملي كيذبح الملك ديالنا كندبحوا احنا من بعده هي الطقوس ديالنا الطقوس من عقب ما يضحي ملي كيضحي الملك ديالنا محمد السادس عاد كنضحيو حنايا كيصلي في المسجد ملي كيجي وصافي كيضحيو سبحان الله وكنشويو الكبدة وهالأشياء وبعدين بالليل كنت نديرو الكتف اليمين هي الكتف اليمين اما في ناس تسوي على الكسكس في ناس تسويه مبخر في ناس تسوي بلحم برقوق ثاني كيتجمع لازم الكتف اليمين الكتف اليمين لازم نزيد بحال هكا الاولاد كل واحد كيجيب كتفه عند امه العيال يعني كل حد ببيته كل حد يجيب الكتف اليمين يعيد عند امه يعيد عند يعني مثلا اربع بنات وخمسه اولاد كل واحد يجيب الكتف اليمين من ضحيته فهميني لازم الكتف اليمين الكتف اليسار ما يستوي الكتف اليسار اليوم الثاني صدق والله العظيم اول مره اعرف هالمعلومات الكتف اللي احنا في العادات بعدا ديالنا ديال اقليم دكالة الكتف اليمين كيطيحوه انزين يديروا اما ديك على الكسكس ولا اللحم مبخر ولا بالبرقوق ولا المحمر واليوم الثاني عندنا بوهروس ما معنى بوهروس بوهروس كيكون الراس ديال الحول يتغسل وردوا على الفحم بالليل هي. يوم العيد ردوا على الفحم والحمص وفي ناس بخرة هذا كيتغداو به اليوم الثاني وكيهرسوا الأضحية كيتصدق منها والباقي انزين قلت لك عمي وكيديروا هذا بوهروس كل الناس كدير البوهروس مع الحريره يعني شوربه الحريره هذا ضروري يوم ثاني العيد انزين وكتهرس الاضحيه كتقرد انت حليش ودرتي كل مكان ودايره تاكلين على الصب انا قاعده اكل هنا اللي جاي تصورني انزين اوكي كملي يلا صافي هذا الشيء اللي كان كيتقرد الحولي كيدار منه السلسول المروزيه اللحم محمر الكتف الاخر القرده هاي نهار ثاني يعني احنا كنحللوا الذبيحه كنصدقوا منها وكناكلوها كنحللوها الحمد لله كلنا هبل انتم نحن ناكل الثلث والثلثين يصدقوا به بس احنا كنحللوها كنديروا المروزيه وكنديروا فهمتي كنوعوا في الاطباق فيها ايه ما شاء الله المغاربه شاطرين في الاشياء هذه العيد واليوم ثاني العيد كاين حليلو هي شو الحليلو حليلو كيلعبوا بالماي في الشارع لين الظهر من الصبح لين الظهر اي احد طالع كيضربوه بالماي هادو مثل عيد الماء في تايلاند ايوه هذا اقليم دكالة هذا كله في اقليم دكالة اقليمكم انتو شو اسمها بلادكم انتو ازمور
في أزمور قليم أزمور هاي عادات تقاليد غليد غليب غليم أزمور دكالة دكالة فيها أزمور فيها جديدة فيها أولاد فرج فيها جميع المناطق يعني أها كم تبعد من الرباط؟ ساعتين بسيارة ولا بالقطار ولا بالطيارة ولا على حمارة ها؟ حمار من أزمور للرباط في حمار لا عمي ما في حمار فينا لا والله ناس تركب خيول وحمار وبغال وقطار وطيائير المهم كيلعبوا حليلو والناس ديال الرباط كيلعبوه من بعد عاشوره ملي كتكون العاشوره عاد كيلعبوا الحليلو ايوه صافي هذه العادات والتقاليد وانا ما مشيتش للمغرب هذا العيد وانت توك شتي جاي من المغرب والله الحين 9 شهور عمي وان شاء الله تبين تروحين كل شهر انت اكيد انا زين روحي الله يحفظك شهر واحد رايح الله يحفظك مع السلامه الله يسلمك انا بقطع لك التذكره وين وي عاده سيري ما تردي كيف اروح ما ردي حق شو تردي شاكليت هو فتح المجال حق غيرك ليش انا شو مسوي عشان بس شبعتي انا ابو كم من سنه حين بيلسه كم سنه حين يالسه كم سنه لها خمس سنين ورابضه على كبدي رابضه انا قصيتي علي وصورتي وكان كلامك زين وقاعد نتكلم على العادات والتقاليد حل لما سمعت حس الفلوس تبي تتضارب انا ما حتضارب انت هذا عيبك عمي لما جبت اقول لك طلع الفلوس تصير تقول لي انك عندك اي 50 ربوي انا بعطيك العيد 500 لو بيظهر ابوي من قبره ما اعطيت 500 انا مو معايده بكره ان شاء الله نايمه حصلني وحرجع ابر حتى لو ما تصلين كل واحد لا رايحه ان شاء الله اصلي الله يحفظك ماشي مشكله احنا ما عندنا نوم الحين الله يحفظ مع السلامه حتى لو من الحين بسير المسجد هكو الدار لا ما ماشي بمشي بدك دغوا في المسجد تجي الشرطه تديني ايش قاعده اسوي الحين لا يا بيز اخذ شرطه عند المسجد في الليل بقول ابو هاي سايره شو يعرفوني وال هي مشهورة إيه وال هل والله ما حد ما يعرف والله يا بوت غديتي أبدا فضيح والله الحين أنت بتصير بتباتي في المسجد من حين حق صلي باتي من حينه وأصبح من الصلين تعالي البيت ورقدي والله بيتحررون الطلابة من هالمتسولين والله تهذاك شو اللي تبغي من شهاب لنا نطلع المساجد بالليل يلا الحين الساعة واحدة ونود عم يصلح الفلوس وقادوم ورتب العيديات عشان بكرة إن شاء الله حصلوا الطابور الله سعدني تصبحوا على خير وعيدكم مبارك وإن شاء الله بكرة تشوفونا في الصبح هانش أنا قاعدة أكل هو يجي يصور شو أسوي